وإلى أخبار المنتخب الوطني، واتحاد الكرة تقدم المنتخب الوطني مركزا واحدا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الشهري للمنتخبات عن شهر يناير الجاري، ليصبح في المركز 30 عالميا والثالث إفريقيا. وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيفه الشهري اليوم الخميس، والذي شهد قفزة للمنتخب التونسي ليصعد إلى المركز الأول أفريقيا وال23 عالميا، وجاء بعده المنتخب السنغالي في المركز 24 والثاني إفريقيا، ووصل المنتخب الألماني صدارته لجدول التصنيف العالمي، وجاء في المركز الثاني المنتخب البرازيلي، وفي المركز الثالث المنتخب البرتغالي. دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة جميع الأندية لعقد مؤتمر حاشد يوم الأحد المقبل الموافق 21 يناير الحالي لإعلان مبايعة الأندية المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استمرار تولي مهامه الوطنية لفترة رئاسية ثانية. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في 12 ظهرا بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد بالجزيرة، حيث تم دعوة جميع رؤساء أندية القسمين الأول والثاني للتباحث على هامش المؤتمر حول عدة قضايا تهم الكرة المصرية، وفي مقدمتها عودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات خلال المسابقات المحلية. تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضا لخوض مباراة ودية مع منتخب الأرجنتين في شهر يونيو المقبل في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في مونديال روسيا 2018. ومن المقرر أن يحسم المدير الفني لمنتخب مصر هكتور كوبر القرار سواء بالموافقة على خوض المباراة أو البحث عن ودية أخرى، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الوديات وبرنامج المنتخب من خلال مؤتمر صحفي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.